راح أحاول أعيش لمدة 100 يوم في ماينكرافت، وإذا مت مرة واحدة لازم أوريكم أول فيديو لي في القناة، وتقدرون تقولون إنه شي ما أبغيكم تطالعونه، بس طالعتون كفاية منه. المهم بدأت في العالم كأي عالم جديد، رحت أجمع شوي أغراض وشكلك كنت مستانس. وبعدها سويت الكاكس وجمعت شوي حجر وسويت لي أغراض من حجر، وبعدين جتني فكرة، يا شباب هذه الحفرة اللي سويناها جميلة، خلنا نسويها بيت يا شباب، بيت بسيط بس نحتمي فيه. بعدها كملت في تجميع الأغراض وقعدت أزين بيتي إلى نهاية اليوم الأول، والحمد لله قتلت خرفان كفاية عشان أسوي سرير، وبس يا شباب كذا ضمننا البد، فانتظرت لما يخلص اليوم الأول وبعدها رحت أنام. يلا بسم الله ننام. الشيء الوحيد اللي سويته في اليوم الثاني هو اني جمعت اكل وخشب الى نهاية اليوم، وفي اليوم الثالث كنت مخطط اني اروح لكهف عشان احصل شوي حديد وفحم، واذا كنت محظوظ الاقي الماس، ولكن بدل ما احصل كهف حصلت شيء احسن بكثير، قرية. يا شباب اقسم بالله لقيت قرية، يا شباب اتوقع ان القرية مهجورة ما فيها شيء. اوكي سووا روحكم ما سمعتون اللي قلته قبل شوي. لقيت بيت حلو في القريه فقررت اني اعيش فيه. طبعا يا شباب لا تخافون، مو هذا البيت اللي راح اعيش فيه كل حياتي، بعدين راح اسوي بيت اكبر واحسن من هذا بكثير. يلا يلا نقول المعوذات ويلا خلنا ننام. في اليوم الرابع قررت اني ارجع لبيتي القديم عشان انقل الاغراض. هذه اخر مره نشوف فيها هذا البيت الجميل، فاخذت الاغراض ورحت. هلا والله بالحصان. اوكي ما كان مفروض تشوفون هذا. المهم بعد ما نقلت كل اغراضي قعدت في اليوم الخامس، والشي اللي كنت ابغى اسويه هو اني اروح لكهف كان موجود جنب القرية، وبعدها قلت في نفسي ليش اروح كهف لما اقدر اسوي كهفي الخاص. تدرون شي يا شباب، والله الكوف ما من جدها فايدة، خلني بسوي لكهف تشعبي وخلاص. بعدها تذكرت ان في منطقة مسطحة جنب القرية، شوف هذه هي المنطقة يا شباب، منطقة مسطحة صح، فراح اسوي الكهف تشعبي هني، واتوقع راح ابني بيتي بعد هني. وقعدت احفر واحفر الين ما اكتشفت ان في كهف تحتي، لقيت كهف يا شباب، لقيت والارتفاع مال 11، فان شاء الله نقول نلاقي الماس. بعدها قعدت استكشف الكهف واخيرا لقيت الشيء اللي كنت جاي عشانه. الماس! كم الماسه؟ كم الماسه؟ 8 الماسات كامله يا شباب. يا شباب راح احفظ الاحداثيات وراح اطور البيكاكس حق فورتشن وبعدين راح ارجع لهم. وبعدها كملت استكشاف الين ما صار كذا. يا شباب والله مستحيل، والله مستحيل، الماس مرة ثانية. كنت مقرر اني اسوي بيكاكس فورتشن وبعدين اجي واكسرهم، بس بعدين تذكرت هذا الشيء. دقيقة نحتاج 5 الماسات، 3 الماسات عشان اسوي بيكاكس واجمع به الاوبسيديان، والماستين نحتاجهم عشان اسوي آلة التطوير. 3 2 1 بوم، بيكاكس الماس يا حبيبي. وجمعت شوي اوبسيديان وطلعت من الكهف، صار عندنا انشانتمنت تيبل يا شباب. المهم سويت مزرعة قصب سكر صغيرة وبعدها سويت لي هذا الشيء، 3 بلوكات من الحديد والانفل صار جاهز يا شباب. وكذا اكون خلصت اليوم السادس. قعدت من اليوم السابع الى العاشر في اني اسوي مزارع للحيوانات، وكذا نكون خلصنا كل المزارع يا شباب. اسحبهم. هلا هلا والله بالدجاج، راح اوريكم بيتكم الجديد، قصيت عليكم يا الاغبياء. اكاثرهم اكل اكل واكل، اكلي واكلي. وكذا يا شباب نكون خلصنا تحدي المزارع واسوي مزرعه قمح، ويلا بسم الله يا شباب راح نسوي مزرعه قمح هني. وفي اليوم ال 11 لاحظت هذا الشيء، يا شباب شوفوا سوت للحيوانات بيت وانا ما عندي بيت، هذه قوية، فقررت اني ابدا اسوي لي بيت، وقعدت طول اليوم اجمع موارد، وفي اليوم ال 12 بدات ابني البيت. شوفوا يا شباب الشيء اللي راح نسويه، بلوك مني 1 2 3 وبلوك مني. قعدت ابني البيت في اليوم ال 12 وال 13 وال 14 وال 15 وال 16 وفي ال 17 خلصته. المهم يا شباب خلينا نروح في جولة. فبيتي كان يبين كأنه فاضي، والسبب اللي يخليه يبين كذا هو أنه فعلا فاضي، فقعدت أثث البيت وفي اليوم 19 خلصت. اوكي شباب اخيرا خلصت من الديكورات، فايب خلني اوريكم. طبعا اما تدخل زي ما تشوف هني مخزن بسيط، وبس تمشي شوي هني تشوف المكان اللي انام فيه، سريري الاحمر الجميل، هنا في بلاست فورنس وهنا في سموكر، فايب ديكورات بسيطه وبيت بسيط. طبعا اول ما بدات هذه الاشياء اللي كانت عندي، وبعد 19 يوم بالضبط هذه الاشياء اللي صارت عندي، فتخيلوا بعد 100 يوم الاشياء اللي راح تكون عندي، حتى انا ما اقدر انتظر عشان اشوف. المهم بعدها في نفس اليوم قلت كذا، اوكي شباب شو اللي ابغى اسوي حاليا واني اسوي آلة تطوير على ليفل 30، فقعدت كل اليوم اجمع موارد. وكذا يا شباب بنكون خلصنا 20 يوم في ماينكرافت وباقي للحين 80. وفي اليوم ال 20 بدات اسوي غرفه للتطوير، يا شباب هنا راح اسوي غرفه اله التطوير، وقعدت كل اليوم اسويها.
خلصت من الغرفة، واللي باقي الحين هو أني أسوي 19 بوكشلف، واحتجت يومين كاملين عشان أسويهم. وآخر بوكشلف يا حبيبي، خلنا نشوف يا شباب التطويرات. سلك تاتش لا أبغي فورتشن، أنا يا بحظ كان زبالة. وفوق هذا كان في مشكلة ثانية، وهي أن ليفلي مو 30، ففي كل حال ما راح أقدر أطور. فعشان أرفع ليفلي قررت أني أروح للنذر عشان أجمع كوارتز، لأن الكوارتز يزيد الليفل بسرعة. إن شاء الله ما أندم على هذا القرار يا شباب. فقعدت اجمع، بس انا ابدا ما كنت مرتاح هناك، لان كل شيء كان يبي يقتلني. لا يا شباب، نسيت ان اذا ما لبست جولد لازم زي ما شفتون كان ممكن في اي لحظة اموت وكل شيء يختفي. فقررت اني اسحب على النذر واروح احفر تشعبي عشان ازيد الليفل. ولما صار اليوم 30 قررت اني اوقف، وهذه الاشياء اللي حصلتها. طبعا بالغلط طورت بكاكس سيلك تاتش، فمن كذي عندي دايموند اورد. المهم بعدها في اليوم 31 قررت اني ابدا اكتشف العالم اكثر، وفي اليوم 33 لقيت واحد من اندر الاشياء اللي موجودة في ماينكرافت. دقيقة يا شباب، جزيرة الفطر يا شباب شوفوا، هذه فعلا. طبعا هذه الابقار اقدر احصل منها اكل لا نهائي. شوفوا يا شباب، اكل لا نهائي صار عندي الحين، خلاص اكل لا نهائي. بعدها رجعت للبيت وقررت اني ابي الاقي قلعه النذر، فرحت للنذر. وبعد يومين من البحث ما لقيت ولا شيء، فقررت اني احصن البوابه وارجع. وبعدها في اليوم 37 اخيرا لقيت التطوير اللي ابغيها، فورتشن 2 يا شباب. خلينا نطور فورتشن 2 مره ثانيه يا شباب. الحين نقدر ندمج البيكاكسين مع بعض ويصيرون فورتشن 3. فنمت وبعدين رحت ادمجهم، هذا البيكاكس مع هذا البيكاكس فورتشن 3 اخيرا بعد كل ذا التعب. طبعا هذول يا شباب 20 الماسه، خلينا نشوف بالفورتشن 3 ايش قد يطلعون. 39 الماسة يا شباب، حصلنا 19 الماسة اكثر. وبعدها سويت كل اغراضي من الماس، واخيرا يا شباب كل شيء عندي صار من الماس. وفي اليوم اللي بعده طورتهم، وكذا يا شباب بكون طورنا كل شيء عندنا. في اليوم 40 سويت طرقات، وفي اليوم 41 رحت ادور عن حصان. هلا والله بالحصان. اوكي حباني يا شباب. يا حبيبي ايش ذا البط؟ والله وانا مشفت امشي اسرع منه. احتجت يومين كاملين عشان احصل حصان سريع ونط عالي. اوكي حباني، والله سريع ونط عالي، والله كفو. بعدها قعدت اجمع خشب وسويت للحصان اسطبل، واخيرا يا شباب خلصت من الاسطبل. بعدها رحت انام، وفي اليوم اللي بعده قررت اسميه يا شباب، قررت اني راح اسميه زاب تو يوسف، لانك لازم تشترك في القناه. وكملت باقي اليوم في اني اسوي تعديلات في الاسطبل، وكذا صار في النهايه. وفي اليوم 46 قررت هذا القرار، راح نروح لقلعه النذر يا شباب، ولو ايش ما اخذ مني راح احصلها، يعني راح احصلها. خلينا نبدا ندور في هذيك الجهه يا شباب. وقعدت ادور، وبعد 4 ايام كاملة اخيرا قدرت احصلها. اخيرا يا شباب لقيناها اخيرا، فقعدت استكشفها شوي. اوه يا شباب هذه النبتة راح استخدمها عشان اسوي بوشنات. سدل يا شباب سدل. الحين يا شباب نقدر تجيب لنا صديق حق الحصان. وبعد ما اخذت كل شيء احتاجه منها، رحت اقتل كم من اندرمان عشان احصل اندر بيرل. وبعدين طلعت في اليوم 51. يلا يا شباب خلنا نرجع الحين يا شباب. حاليا انا اقدر اني اروح الاند، ولكن الحين في اشياء ابغى اسويها قبل ما اروح، فراح ناجل الاند حاليا. اول شيء سويته في اليوم 52 هو اني جبت صديق لحصان. جبت لك صديق يا سبت يوسف، انتو قاعد هنا تعرف على بعض يا. وبعدين قررت اني ابي اسوي تمثال كبير لسكني يا شباب، نحتاج لون اسود، فراح نروح نقتل كم من سكود هني ابلع. فبدأت اصبغ الخرفان بالالوان اللي احتاجها، وجمعت موارد الى اليوم 56. ان شاء الله هذه الموارد تكون كفاية يا شباب. قعدت ابني التمثال في اليوم 56 و57 و58 و59 و60 و61، وفي نهاية اليوم 62 خلصته. يا بتعبت عليه كثير. واخيرا يا شباب بعد اسبوع ماينكرافت كامل اخيرا خلصنا السكن. اوكي ما راح اكذب عليكم شكله بيض، ولكن اهم شيء خلصناه يا شباب. في اليوم اللي بعده عدلت شوي على الطرقات، وقضيت باقي اليوم واليوم اللي بعده فاني اسوي الكهف تشعبي احلى. That's what I'm talking about يا شباب، اقسم بالله المكان صار خرافي. في اليوم 65 سويت ريل في الكهف تشعبي. يلا يا شباب خلنا نشوف اذا راح يشتغل ولا لا. دام والله يشتغل. وبعدها قعدت احفر الى اليوم 70، وبفضل بكاكسي فورتشن قدرت احصل 27 الماسة. وبعدها في اليوم 71 بدأت اجهز نفسي عشان اقاتل التنين. اوكي يا شباب عشان اروح الاند احتاج كثير بوشنات، لاني ابغى اتاكد اني ما راح اموت. فراح اروح الحين النذر، وراح احاول اجيب الاشياء اللي تخليني اسوي بوشنات. فيب ليتس جو. وقعدت اجمع اشياء مثل الجاستير، حصلنا اول شيء يا شباب الجاستير واشياء ثانيه. وقعدت من اليوم 74 الى اليوم 83 في اني اسوي بوشنات، وخلصنا من اول بوشن يا شباب. نحط ريدستون، والحين المفروض اتحول من 45
40 ثانية إلى دقيقتين أطور أسلحتي، هذا البو مع هذا الكتاب وبوم. أتوقع أن هذا أقوى بو موجود في اللعبة، وأجهز كل شيء أحتاجه عشان ما أموت. أوكي شباب، أخيرا خلصت من الصندوق وهذه الأشياء اللي جمعتها، طورت سيوفي أكثر، سويت بوشنات، رجعت دروعي نفس ما كانت. الحين أنا مستعد أني أروح للتنين أفقع وجهه. بعدها نمت وبدأت رحلتي في اليوم 84. يلا يا حصاني ورانا مشية طويلة، ورا في هذيك الجهة ورا سكني. ولما كنت ماشي لقيت كثير أشياء، مثلا قرية. وات يا شباب، لقيت قرية ثانية. إن شاء الله القرويين أنكم ما تمانعون، رح أخذ السدل هذا ورح أخذ هذا الأشياء، وإن شاء الله أنكم ما تمانعون بعد أني أخذ هذا البد. خروف من فورديل، الله إيش ذا كيوت يا شباب، أبلع. أوه بعد قرية، قرية ثانية يا شباب. ورا يا شباب في القرية، في القرية هذا، والله إني توقعت يا شباب. بعدها نمت في اليوم اللي عقب قلت لحصاني كلمات الوداع، يمكن هذه المرة تكون آخر مرة. اوكي اسحب علي، يمكن هذه المره تكون اخر مره اشوفك فيها، فيا ليتس جو. بعدها نزلت للسترونج هولد. هلا والله وصلنا، وصلنا وقت الاستكشاف يا شباب. وبعدها قعدت اكتشف السترونج هولد ولقيت ذا الشيء. يا شباب لقينا الماس، والله على حظي سبحان الله. المهم بعدها كملت استكشاف، ولما صارت الليل لقيت البوابه. اخيرا اخيرا لقيتها يا شيخ. اوكي شباب خلنا اول شيء نسوي مكان ريسبون هني، والحين راح اعدل اغراضي شوي لان ما شاء الله يعني كثير مرتبنا. وبعدها حطيت الاندر اي، والاخيره يا شباب جاء الوقت ان احنا نقتل الاندر دراجون يا شباب، ويلا ليتس جو. هلا والله بالاندر دراجون. كنت احاول كسر الكريستالات بس واضح ان التنين ما كان عاجبه الوضع. ابلع 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 الاخيره، كسرت كل الكريستالات وباقي بس اني اقتل التنين. الحين باقي بس الاندر دراجون. ابلع ليتس جو يا اندر دراجون يا نوب، ما باقي شيء بموت. بعدها التنين رمى علي هذا الشيء وبغيت اموت بسببه. لا 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 لا، هذا الشيء يدمج يا شباب، هذا الشيء كثير يدمج. ابلع بيموت بيموت، مات يا شباب مات. ابلع الحمد لله اني ما مت يا شباب، اقدر اشوف حصاني مره ثانيه. 3 2 1 وليتس جو. وبعدها شفت حصاني لاول مره بعد ما قتلت التنين. هلا حصاني، واضح انك كثير اشتقت لي صح؟ nope. اوكي مو مهم اصلا. وبعدها رجعت للبيت في اليوم 88. وصلنا يا شباب وصلنا، هلا والله بسكن الجميل. من اليوم 90 الى 98 كان عباره عن تجميع موارد عشان اسوي هذا الشيء. احنا حاليا في الليله رقم 99 يا شباب، اخر ليله في هذا العالم، فحبيت اني اسوي هذا الشيء البسيط. 100 يوم كاملة في ماينكرافت يا شباب، أخيرا خلصنا هذا التحدي. حطوا لايك والله أني تعبت عليه. وبعدها أخيرا نمت في اليوم 99، وقبل ما يجي اليوم 100 بشوي. السلام عليكم يا شباب.